نتواجدوا في مركز الفرصه الثانيه للجيل الجديد المنصور الذهبي. هذا المركز اللي كيدخل في اطار يعني المشاريع تنزيل المشاريع ديال القانون الاطار 51/17 ديال وزاره التربيه الوطنيه، واللي كيهدف انه كيستقطب الشباب المنقطعين عن الدراسه في سن من 13 سنه حتى 18 سنه. هذه بالنسبه لهم فرصه جديده، فرصه ثانيه كتختلف على الفرصه الاساس اللي كانت سابقا، بانها كتوفر لهم واحد المناخ ديال التعلم، اكتساب حرف مهن جديده اللي يقدروا بواسطه انهم يندمجوا في سوق الشغل. هنا بالنسبه للجمعيه اللي مسيره مشروعنا، جمعيه تيبي المغرب، هي في تخصص ديال الرياضه، اذا المستفيدين كيتكونوا في المجالات اللي كتخص مهن الرياضه، وبالتالي انهم يندمجوا مستقبلا في سوق الشغل في هذا الاطار هذا. كذلك كاين انشطه اخرى كتستافد منها المؤسسات المجاوره، المؤسسه الابتدائيه، التلاميذ ديال الابتدائي كيجيو يستافدوا منها، حصص السبت العشيه والسبت الصباح والاربع العشيه والحد الصباح، هادو هما الاوقات اللي كيجيو فيهم، وكيستافدوا من حصص ديال التربيه البدنيه اللي ربما ما كتكونش عندهم في المؤسسات ديالهم. اليوم هذا تستقطبوا فيه عده مستفيدين من البرامج ديالنا ديال التربيه عن طريق الرياضه، فيهم الاطفال اللي تيستافدوا من برنامج ديال التربيه عن طريق الرياضه، وايضا تعلم اللغات، وايضا تعلم التقنيات اللي يمكن لهم يزاولوا بها لي ستيم، سيونس تكنولوجي انجينيوري مات. تنستقطبوا ايضا الشباب اللي منقطعين عن المدرسه، اللي مسجلين في مدرسه الفرصه الثانيه جيل جديد لمهن الرياضه. هذه المدرسه هذه اللي تتوجه هنا في البريفكتور ديال المير سلطان في درب سلطان. تنستقطبوا ايضا الامهات اللي تيشاركوا في برامج ديال تمكين المراه عن طريق الرياضه. دونك اليوم هو ايضا تيكون بشراكه مع الشريك ديالنا وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه، عن طريق دعم فعلي من المديريه الاقليميه، وايضا هذا الشيء تعطي جميع المستفيدين عده مهارات اللي تنفعهم كل يوم في الحياه ديالهم، في المدرسه، وايضا في الحومه ديالهم.